في المدارس الخاصة تختلف طبيعة البرامج والنشاطات التي يتم وضعها تحت تصرف التلاميذ على غرار هذه المدرسة الخاصة بالتحضير والابتدائي التي توقفت عندها كبير النهار. بصفة عامة المدير تاع المدرسة خاصة يعني عنده كل حرية ما دام البرنامج يحترمه يزيد النشاط اللي يحب. انا المرضى برميدي نديروا لابيسين نديروا التلاميذ بترونسبون نديروهم المسبح. أما بخصوص البرامج التعليمية المقدمة من طرف المدرسة فقد أكد لنا صاحب المدرسة أن مدرسته لديها طريقتها الخاصة في التدريس مع الحرص على تطبيق التعليم الجديدة. في مخش توظيف ثلاثة جديدة عندنا نخيروا ماهوش المبتدئ بدل المبتدئ في بعض الأحيان ما نشدوش. حنا رانا مدرسة خاصة والأولياء يحسبونا بالنتائج اذا حنايا ناخذوا الاحتياطات تاعنا نديروا واحد اللي عنده تجربه كبيره ونوظفوه. اما بخصوص منع ازدواجيه التعليم وتقليص حجم الساعي لتدريس اللغات فقد تقدم صاحب المدرسه بطلب لمديريه التربيه بمنحهم ساعات اضافيه لتدريس اللغات. كان بزاف الاولياء اللي يطلبونا باش نديروا اللغات اكثر ولكن حنا نحترموا القرارات. هذاك اللي كيما تحترم القرارات سيكون عقوبه. طلبنا من الوزاره درنا رساله للوزاره باش يعطيونا رخصه التعليم الاختياري. اللغات الحيه اللغه الانجليزيه اللغه الفرنسيه. من مدرسه خاصه الى اخرى تختلف طرق التدريس التي يهدف اصحابها لتحسين مستوى التلاميذ المنتسبين فيها